ذكرتم في بعض الكلام يعني سميتم اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابيه، نعم. وردت هذه العباره يعني، وايضا في مناسبات اخرى ذكرتموها. هل يعني هم عادة انا اقول اتباع محمد بن عبد الوهاب، ولكن لعله بل احيانا ترد، هل بل يعني هل هذه التسميه مرضيه عندهم ام لا، هم لا يحبذون هذه التسميه؟ في الواقع بانه وجدت عند بعضهم انه كانه لا يرتاح لان يسميهم احد بانهم بالوهابيه. نعم. وينزعجون من هذا الاسم، ولكنه في الواقع أنا عندما أقول هذا الكلام أقوله تبعا لعلمائهم الذين يتشرفون بهذا الاسم. يعني أنا عندما أصفهم بالوهابية، أولا الآن كلامي الله يعلم مو موجه إلى الوهابية، يعني أتباع يعني عموم الوهابية اللي هم أبنائي وإخواني، وبودي أن يستمعوا إلى كلامي، يستمعوا لا لشيء، حتى يعرفوا أن ما أقوله حق أو ليس بحق، فليرجعوا إلى علمائهم ليعرفوا الحقيقة من غير الحقيقة. في الواقع عندما راجعت كتب هؤلاء الأعلام علماء مدرسة الوهابية أو أتباع محمد بن عبد الوهاب أو أتباع ابن تيمية، وجدت أنهم يفتخرون بهذا الاسم، ويقول نحن نتشرف بهذا الاسم، ويقولون أن تسميتنا بهذا الاسم ليس بمستنكر، يعني لا يستنكرون أن يسميهم أحد بهذه التسمية. من الموارد التي ورد فيها ذلك ما ورد في كتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية المجموعة الكاملة، يقول إعداد فلان وطبع بإشراف مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز البخيرية مدار الوطني للنشر. هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب يوجد سؤال بنفس هذا المعنى، يقول السائل في صفحة 16 من البحث. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية، فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟ هسه الرجل يبدأ في صفحة صفحتين يقول أنه الأمة كانت تعيش أنواعا من الشرك، وأنه الذي خلصهم من الشرك. طبعا نعم. يا شرك، يا ليت أنه الشرك الخفي، يا ليت أنه الشرك الأصغر. يقول وتركوا ما هم عليه من أنواع الشرك الأكبر. نعم. ماذا ثم يبين؟ من عبادة أهل القبور، يعني الشيعة والصوفية والأشاعرة، يعني كل القبور. زيارة القبور، هذولا ماذا؟ هؤلاء مبتلون بالشرك الأكبر، لا الشرك الخفي المعفو عنه، بل الشرك ماذا؟ يعني لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعد أن يبين أنه محمد بن عبد الوهاب وضع يده في يد إمام آخر وهو محمد بن سعود جد العائلة المالكة، وهذان الإمامان، فعلى في آخر المطاف هكذا يقول، يقول وغير يلقبون، يقول يدعون من علماء نجد وغيرهم يلقبون بالوهابية، فهو لقب معروف. التفتوا المشاهد، خليه يلتفت، هذا الشيخ ابن باز لا يقول. نعم. معروف شريف، يعني يتشرفون، يتشرف به، يعني هذا الرجل وأمثاله يتشرفون بأن ينسبوا إلى الوهابية، وليس بمستنكر. إذن ليس هو منكر إذا قال أحد لهم لعلماء نجد أنكم من الوهابية أو لهذه المدرسة أنكم وهابيون، واقعا يقول لقب معروف وشريف. هذا مورد. ومورد آخر دكتور قبل أن أستمع إلى المداخلات، نعم. ما ورد في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء الأول من الكتاب، هناك يوجد استفتاء أو كلام، وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، يعني من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب، إلى أن يقول وصار بعض الناس يسمعوا بنا معاشر الوهابية. إذن لا يستنكرون بل يفتخرون بهذا الاسم، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه. والغريب أنه يقول وينسب إلينا ويضيف إلى ديننا، يعني يعتقد أن الوهابية ماذا؟ دين. ليس قراءة، ليس منهج، ليس، وإنما يعتبره دين في قبالي، وأولئك دين وهؤلاء لهم دين. طيب. آخر وعشرات العلم.